السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرخص موبايل سامسونج في مصر 2022 سعره مناسب للجميع. زادت معدلات البحث عن أرخص موبايل سامسونج في مصر 2022 خلال الساعات القليلة الماضية من عشاق التكنولوجيا رغبة في شراء الهاتف المناسب سعره للجميع. ونظرا لرغبة الكثير من الأشخاص في معرفة الأسعار المناسبة لشراء هاتف محمول، نرصد لكم أرخص موبايل سامسونج في مصر 2022 وفقا لما ذكره الموقع المتخصص في نقل كافة الأخبار المتعلقة بالشركات العالمية. قدمت شركة سامسونج لمستخدميها هاتف سامسونج جالاكسي A03S باعتبار أنه أرخص هاتف أو أرخص الهواتف من سامسونج. ويأتي الهاتف عالي الدقة بلس LCD الشاشة وبعض الإمكانيات البسيطة بشاشة مقاس 6.5 بوصة. أما الأسعار، سعر الهاتف 159 دولار، أي اللي هو الهاتف الجالاكسي A03S ويقدر، خلي بالكوا فيه A0 بس، يعني A03 مفيش S، ده بيختلف، ده موديل أقدم منه، ويقدر سعر الهاتف ما يعادل 3126 جنيه، بينما يجعله أحد أرخص هواتف المحمول لشركة سامسونج العالمية. متاح بسعة تخزين تصل إلى 4 جيجا رام في ذاكرة الوصول العشوائي، 32 جيجا للتخزين، إذا يتكون إعداد الكاميرا من مستشعر بزاوية عريضة 13 ميجا بكسل عمق 2 بكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجا بكسل. ويأتي الهاتف مزودا بالنظام الأندرويد 10 المعتمدة على نظام الهاتف. ده هاتف يعتبر أرخص تليفون سامسونج في السوق الوقت فعلا. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.